السلام عليكم، مريم شرف من شارع حموال الفطواكي حمرية مورا البطيمات. اش غادي نقول لكم الناس ديال خنيفرة والناس اللي عندهم حبابهم ميتين في هاد الروضة هادي، راه لا اله الا الله، راه الروضة بشهادة عيان ماشي غير بوحدي، غير ما كاينينش الناس العيالات اللي غادي يجيو يصرحوا معايا، راه ولات مرتع الفساد والشرب الشراب، وهانتوما شوفوا الحالة ديالها كي دايرة. الناس ديال خنيفرة واكلين العصا لا حيين لا ميتين، ماتوا حداهم الزبالة، حيين تيعيشوا مع الزبالة. ما شكون ما فهمتش انا هادشي، انا بغاش يدخل ليا المخي هاد الحاله هادي، عينا ما ندويو عينا ما نقولو، ما كاينش المرشح ديال الحومه، ما نعساكن هنا وتيشم الزبل معانا صباح وعشيه ونيبالا، ما كاينش شكون اللي غادي يحيي فكنا من هاد الخنزه هذا. الا كانت الشمس تيكون الناموس والدبان ما تقدرش تشرب كاس ديالها، تاي تيدخلوا لك 10 ديال الناموسات قبل ما تشرب جغماده تاي. طاحت الشتا ايوا اش غنقول لكم، اللي فيه مرض الحساسيه يموت بالريحه ديال الخنز، راه لا اله الا الله، هادشي راه بزاف، راه فاض الكاس وطفح الكيل، والله يهديكم الناس والله يهديكم. ايه الساكنه عندها صبع كبير في هادشي، علاش؟ حيت هاد الردم، داك الراجل اللي ردم خص البلديه تتابعو، تعطيه ورقه الشرطه الاداريه قسم التعمير، كيف ما كتخلص في الرخصه ديال البناء عارفه انا بغيت نهدم نحيد الكوزينه ندير في بلاصتها صالون، اسيدي فين غادي تدي داك الردم؟ ويتبعوه تيشوفوا هذا الردم فين كاين، ماشي غير ردم وجيب له حنايا، غير ردم وجيب له حنايا، وانتم شوفوا البلاصه كي دايره. لا الا انتم ما فيكمش النفس، انا راه بغيت نطرطق بالريحه، بغيت نموت، لا انا لا جيراني لا الناس اللي حدايا. اش غادي نقول لكم، راه لا اله الا الله، هذا الروضه هذه وهاد الناس اللي ميتين الله يرحمهم ويرحمنا حتى حنا حيين وميتين رأفه بحالهم وبأرواحهم. الله يرحم الوالدين من هذا المنبر هذا، الله يكثر خيركم ويشفع فيكم غدا قدام الله، يما يديروا الخير في هاد الناس هادو، صلحوا هاد السور، دخلوا للداخل وتشوفوا حاشاكم الوسخ الادمي، البلاستيك، القراعي، اش غنقول لكم، حاله يرثى لها. هاد الروضه امتى تتفكر في الصيف مع شكون اللي تيشعل فيها العافيه؟ كيهربوا العقارب والفاعي والحنوشه لبرا تيقرصوا الناس. شي ساعه بلا هادي ما كايناش، واجي وديروا طله وتشوفوا بالعين المكان وتشوفوا الحاله. الروضه في تطوان كتشهي، في العرايش كتشهي، في مكناس، في مقبره، في الدار البيضاء كذلك ومثال. وعلاش حنا مال ساكنه تاع خنيفره تقهروا يا حيه وتقهروا يا ميته؟ ولا اله الا الله.